بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان المصطفى زمنا رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهه بني ملال الخنيفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت اليوم بتنصيبي رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهه بني ملال الخنيفرة، وهذا فيه شرف عظيم واعظم به من شرف، لان هذا التنصيب انما هو بعدما تم تعييني من مولانا امير المؤمنين حفظه الله تعالى، وهذا يؤكد العناية المولوية السامية للشأن الديني بهذه المملكة الشريفة، بحيث إن هذا الإصلاح الديني داخل في الإصلاح الذي يقود سفينته مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره. أسأل الله تعالى أن يكون هذا التنصيب فاتحة خير على هذه الجهة في خدمة الدين وخدمة العباد، بما به نسهم إن شاء الله تعالى في الإصلاح وفي تجسيد سياسة مولانا أمير المؤمنين في تحصين مساجدنا وتحصين قيمنا وأخلاقنا وثوابتنا، وفي الوقت نفسه الإسهام في التنمية وفق المنظور الذي يؤكده ويدعو إليه رئيس المجلس العلمي الأعلى مولانا محمد السادس حفظه الله تعالى وعز أمره. أسأل الله تعالى العون والرشاد والتوفيق والسداد.